مساء الخير مشاهدينا الكرام، أنا دينا زهرة وبرحب بحضراتكم في حلقة جديدة من حلقات نقاط ساخنة. لا يزال الحديث متواصلا عن حصاد عام 2018، العام الذي كان به كثير من الأحداث المثيرة للجدل التي ربما يمتد تأثيرها إلى عام 2019 الذي نمضي في أيامه الأولى. في الفقرة الحوارية الأولى من حلقة النهاردة خصصناها الحقيقة للحديث عن الشأن الأمريكي وتحديدا عن حساب تويتر الخاص بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال عام 2018 وخلال الأيام الأولى من عام 2019. حساب دونالد ترامب على تويتر ليس كحساب لأي شخص أو أي رئيس آخر، لأنه بالنسبة للرئيس الأمريكي بيمثل القناة والأداة والمنصة الإعلامية الأساسية والمفضلة له، بتحوز طبعا على ثقته، يبث من خلالها كل آراءه ويعلن من خلالها كل المواقف التي يرى أن وسائل الإعلام التقليدية أو الكلاسيكية في الولايات المتحدة ليست جديرة بالثقة، وبالتالي يلجأ إلى تويتر. عبر تويتر استطاع ترامب أنه يفجر أزمات في الداخل والخارج خلال عام 2018 منذ بداية العام، اللي شهد 2843 تغريدة لدونالد ترامب، رقم بلا شك كبير للغاية. في فقرة النهاردة اخترنا ان احنا نناقش هذا المحور تحديدا باعتبار انه تويتر هو المنصة الإعلامية الرئيسية لرئيس أعظم دولة في العالم الولايات المتحدة الأمريكية. نناقش سر العلاقة الوثيقة بين ترامب وبين تويتر، لماذا لم يتخلى عنه كما وعد قبل انتخابه، كيف سيكون تويتر ترامب شكله في عام 2019، وإلى أي مدى يعتبر استخدام ترامب المكثف لتويتر ميزة أو عيب. خلونا نفتكر مع حضراتكم أنه عبر تويتر فجر دونالد ترامب أزمات مع دول كثيرة، باكستان على سبيل المثال، فرنسا، لم يرحم أيضا حلفائه الغربيين تريزا ماي، أنجلا ميركل، أو حتى رئيس الوزراء الكندي، الرئيس الفرنسي أيضا، وطبعا وجه سهامه القاسية للإعلام الأمريكي اللي بيعتبره فاقد للثقة، ولباراك أوباما وهيلاري كلينتون. يعني هنلاحظ مع حضراتكم دول كانوا أبرز ضحايا هجوم دونالد ترامب عبر تويتر. على الجانب الآخر هنلاقي أنه مثلا العلاقة عبر تويتر مع زعيم كوريا الشمالية أو حتى الرئيس الروسي كانت علاقة إلى حد ما جيدة، رغم أن هما من المفترض أن يصنفوا كخصوم لدونالد ترامب. كل هذه الأسئلة، كل هذه المحاور سنناقشها في الفقرة الأولى. ضيوفنا هينضموا إلينا من واشنطن، يكون معنا دكتور عاطف عبد الجواد الإعلامي والباحث السياسي، وأيضا الكاتب الصحفي الأستاذ توماس جورجيسيان. طرحنا على حضراتكم أيضا سؤال في هذا الموضوع ندعوكم للمشاركة فيه، وهو: هل تعتقد أن استخدام دونالد ترامب الزائد لحسابه على تويتر أمر إيجابي، نعم أم لا؟ بندعو حضراتكم للمشاركة في هذا على هذا السؤال، وسنعرض للإجابات على الهواء مباشرة وقت ما يبدأ النقاش في هذا الموضوع. النقاش الثاني الحقيقة وهو أيضا عن حصاد 2018، لكن عن الشأن العربي وتحديدا أوضاع المرأة العربية في عام 2018. يقال أنه حتى الآن هو العام الأفضل للمرأة العربية بصفة عامة، وده لأنه كان في أكتر من حدث مكسب للمرأة العربية. مثلا في تونس أقر البرلمان قانون للمساواة بين الرجل والمرأة في الميراث، في المغرب تم إقرار قانون لتجريم العنف ضد المرأة، وصلت المرأة في البحرين إلى رئيسة البرلمان، وطبعا ربما الخبر الأبرز كان في هذا الموضوع السماح للمرأة السعودية بالقيادة والسماح لها بحضور مباريات كرة القدم وما إلى ذلك. ومع ذلك نتساءل عن وضع المرأة العربية، طبعا بدون أن ننسى نادية مراد، يعني السيدة العراقية الأيزيدية حصلت على جائزة نوبل للسلام في عام 2018، ومع ذلك نتساءل عن ما وصلت إليه المرأة العربية في هذا العام. هل مقياس نجاح المرأة العربية أو تمكين المرأة يكون فقط من خلال النجاحات السياسية، النجاحات لها علاقة بالتشريع وسن القوانين؟ ماذا عن ربة المنزل؟ ماذا عن الأم؟ ماذا عن الفتاة والسيدة غير المتزوجة؟ ماذا عن الأطفال من الفتيات؟
كل هؤلاء لهم حقوق أيضا. سنسأل عن التحديات اللي بتواجههم، ما الذي حدث في 2018، كيف سيكون شكل التعامل في 2019. ده هيكون نقاشنا الثاني، والنقاش هيكون مع الأستاذة نهى المأمون رئيسة مبادرة هي والمجتمع. ولحضراتكم وحضراتكن أيضا طرحنا عليكم هذا السؤال على صفحة البرنامج على فيسبوك وصفحة القناة أيضا، وبندعوكم للمشاركة فيه. هل تحسن وضع المرأة في المنطقة العربية، نعم أم لا، في عام 2018؟ يعني في هذا الاستفتاء بندعوكم للمشاركة فيه، وسنعرض لإجابات حضراتكم وقت ما يبدأ النقاش في هذا الموضوع. كما هي العادة في حلقة كل يوم جمعة يكون لينا قراءة ووقفة لأهم ما جاء في وسائل الإعلام الإسرائيلية، يعقبها قراءة في أهم وآخر الأخبار التي برزت على خلال الساعات الأخيرة. بعد لحظات نبدأ مع حضراتكم قراءة في وسائل الإعلام الإسرائيلية. القناة العاشرة الإسرائيلية ذكرت في تقرير لها مساء أمس أن جيش الاحتلال الإسرائيلي انتهى من بناء جدار مائي على الحدود المشتركة مع قطاع غزة. القناة أضافت أن سلاح الجو الإسرائيلي التقط صور للجدار المائي بعد الانتهاء من بنائه وتدشينه قبل أيام. القناة ذكرت أن مروحية إسرائيلية وثقت الحاجز المائي اللي انتهى الجيش الإسرائيلي قبل أيام من بنائه على الحدود البحرية الشمالية مع قطاع غزة، وهو الجدار الذي تم تدشينه لمنع تسلل عناصر الكوماندو البحري الفلسطيني التابع لحركة حماس طبقا للقناة. هذه القناة أيضا قالت أنه الحاجز المائي بيصل طوله ل 200 متر داخل الماء، كما أنه فوق الحاجز الصخري تم بناء حاجز جداري ذكي بيضم عدد من المجسات وأجهزة استشعار يصل ارتفاعها لأعلى من 6 أمتار، وهي أجهزة إسرائيلية متقدمة لمنع عمليات التسلل الفلسطينية إلى الداخل الإسرائيلي. مجلة إسرائيل ديفانس العسكرية ذكرت أن جيش الاحتلال أعلن عن تدشين خطوة عسكرية جديدة بشأن تنظيم حزب الله اللبناني، وذلك مع مطلع العام الجاري 2019. المجلة بتقول أن الجيش أعلن عن تدشين كتيبة احتياط جديدة للتدخل السريع أمام حزب الله بعد التخوف من دخول الحزب في مواجهة عسكرية مفاجئة مع الجيش الإسرائيلي. المجلة بتذكر تفاصيل، بتقول أن هناك أهداف سياسية أو أهداف أساسية عفوا وراء تدشين الكتيبة العسكرية الجديدة، هو التخوف الحقيقي من تزايد نفوذ حزب الله في لبنان وزيادة تعاونه وتنسيقه مع سوريا، وأن تدشين هذه الكتيبة هو بالأساس دفاعي أمام حزب الله اللبناني. إلى هيئة البث الإسرائيلية مكان، ذكرت أن وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي جلعاد أردان قرر جمع أسرى حركتي فتح وحماس في السجون الإسرائيلية في قسم واحد، وعدم احتجاز الأسرى الأمنيين في أقسام منفصلة حسب انتمائهم الفصائلي. الوزير استعرض أمس أول استنتاجات اللجنة المعينة لتقليص شروط احتجاز السجناء الفلسطينيين الأمنيين. نقلت الهيئة عن أردان أنه بيقول سيتم إلغاء فصل أسرى فتح وحماس، سيتم إلغاء دور المتحدث باسم الجناح، سيتم حرمان السجناء من إعداد وطبخ طعامهم داخل أقسامهم بأنفسهم، وسيتم الاكتفاء بالحد الأدنى من الطعام اللي بيزودهم به السجانون. أضاف أيضا وزير الأمن الداخلي أنه هيتم حرمان الأسرى الأمنيين الفلسطينيين من المخصصات المالية التي تودعها لهم السلطة الفلسطينية في حساب السجن، كما تقرر تخفيض مبلغ الوديعة لكل سجين. بحسب هيئة البث أردان بيقول أنه اتخذ قراراته بناء على تقرير أعدته الوزارة خلال الأشهر الأخيرة يهدف إلى إنهاء ما وصفه بحالة شبه السلطة الذاتية التي يتمتع بها الأسرى الفلسطينيون داخل السجون الإسرائيلية. القناة العشرة الإسرائيلية قالت إن الأسيرة الفلسطينية المحررة عهد التميمي أصبحت رمزا للبطولة بين الأطفال حول العالم. القناة بتضرب مثل بهذا الوضع بكون تميمي حالة أو رمز البطولة في الأرجنتين على سبيل المثال، وده بعد نشر واحدة من كبريات دار النشر هناك كتاب تحت عنوان عهد التميمي ونضال الشعب الفلسطيني. أفادت القناة الإسرائيلية إنه الكتاب الأرجنتيني بيحكي قصة عهد التميمي و
ومقاومتها للجنود الإسرائيليين واعتقالها من قبل الجيش الإسرائيلي، وبتشير إلى أنه الكتاب يحمل تحريض واضح ضد إسرائيل والجيش الإسرائيلي وتمجيد لنضال الفلسطينيين. القناة بتوضح كمان أنه الكتاب الأرجنتيني بيتضمن قصص لأطفال فلسطينيين تعرضوا للاعتداء من الجيش الإسرائيلي، إضافة لقصص أطفال فلسطينيين ناضلوا ضد إسرائيل، وهو ما يتخوف منه اليهود الأرجنتينيون من إقرار الكتاب على المقررات الرسمية التعليمية في المدارس الأرجنتينية. نبقى مع القناة العشائرية الإسرائيلية. قالت أيضا أن الرئيس السوري بشار الأسد يعود إلى الحضن العربي بعد 8 سنوات من الحرب الأهلية. القناة ذكرت أن العالم العربي بدأ بالتقرب من الرئيس السوري رغم مرور 8 سنوات كاملة على الحرب في سوريا، مقتل مئات الألاف وتشريد الملايين من السوريين وهجرتهم خلال خارج البلاد، لكن الأسد نجح في العودة للعالم العربي مرة أخرى. أفادت القناة أيضا بأنه بمساعدة إيران وروسية نجح الأسد في العودة مرة أخرى للحضن العربي، خاصة بعد نجاحه في التصدي لمن وصفتهم بالمتمردين والتصدي لتنظيم داعش ونشر قواته في أماكن كثيرة سبق وأنها احتلت من قبل داعش ومن الأكراد أيضا. قناة I24 الإسرائيلية نقلت أن مسؤول إسرائيلي كبير كشف تفاصيل جديدة عن اللقاء اللي جمع رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو بوزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو في البرازيل. المسؤول الإسرائيلي بيقول أنه إسرائيل قدمت 8 طلبات للأمريكان، تم تلبية 7 منها. إسرائيل تقريبا حصلت على جميع طلباتها على حد قوله. اجتمع الجانبان على هامش حفل تنصيب الرئيس البرازيلي جاير بولسونارو يوم الثلاثاء الماضي في برازيليا، والمسؤول بيقول أن الأمر الوحيد المتبقي من نقاشات هذه الطلبات هو صفقة الطائرات مع كرواتيا. القناة السابعة الإسرائيلية نشرت تقول أن قطر تسببت في اندلاع تظاهرة كبيرة في أحد الأسواق الكبيرة بمدينة القدس. الصحيفة أوضحت أن عائلة الجندي الإسرائيلي المحتجز لدى حركة حماس في قطاع غزة هيدار جولدين تظاهرت اليوم للاحتجاج على نقل إسرائيل للأموال القطرية إلى الأهالي الفلسطينيين في القطاع. القناة أيضا بتقول على موقعها الإلكتروني أن عائلة جولدين تظاهرت بمشاركة أقارب عائلة الجندي آرون شاول وهو مجند إسرائيلي آخر محتجز أيضا لدى حماس في القطاع، وبأن المتظاهرين قاموا بتوزيع أوراق نقدية من الدولار الأمريكي فئة 100 دولار مطبوع عليها صور الجنود أو الجنديين تحديدا هيدار وأورون. القناة السابعة الإسرائيلية قالت أن الأجواء الجوية الإسرائيلية شهدت واقعة خطيرة كادت أن تتسبب في وقوع كارثة. القناة أفادت بأنه بالفعل كادت أن تقع كارثة جوية فوق قاعدة عسكرية في وسط إسرائيل بعدما اقتربت طائرة بدون طيار من مروحية بلاك هوك قبل أسبوع. طارت الطائرة بدون طيار بشكل غير قانوني، وهو ما دعا الجيش الإسرائيلي إلى التعاون مع الشرطة للتنسيق حول هذا الأمر. القناة بتقول على موقعها الإلكتروني أنه الجيش والشرطة في إسرائيل سيعملان على التنسيق معا حتى لا تتكرر مثل هذه الواقعة مرة أخرى، ووضع آليات معينة ومحددة أو خطوط حمراء للطيران الداخلي خاصة بشأن الطائرات بدون طيار. أما صحيفة هآرتس الإسرائيلية فذكرت أن متحف إسرائيلي عرض أثار سرقت من الضفة الغربية المحتلة. الصحيفة بتوضح في تقرير لها هذا الأسبوع أن متحف أرض الكتاب المقدس بالقدس الغربية هو المتحف الأول في إسرائيل الذي عرض أثارا مسروقة. الصحيفة بتقول في التفاصيل المعرض صغير حيث تعرض فيه نحو 20 قطعة فقط من أصل 40,000 قطعة تم وضع اليد عليها منذ عام 67 وهو عام احتلال الضفة من عصابات نهب منظمة ومهربين. كما تقول الصحيفة هآرتس أشارت أيضا إلى أن نحو نصف القطع المستردة عملات معدنية والبقية في الغالب عبارة عن أواني مصنوعة من الحجر والمعدن والسيراميك. وبتنتقد الصحيفة عرض الأثار وبتقول أن المشكلة مع الأثار المنهوبة وراء إهانة الحضارة هي أننا لا نستطيع أن نعرف على وجه اليقين من أين أتت ولا يمكن تأريخها بأي نوع من المصداقية، وعدم معرفة مصدرها يجعل من الأصعب إثبات أنها حقيقية.
موقع المصدر قال انه بمناسبه السنه الميلاديه الجديده نشرت دائره الاحصاء المركزيه الاسرائيليه بيانات كامله حول التعداد السكاني في اسرائيل في عام 2018، وبيشير الى انه العام الماضي طرات زياده كبيره على عدد المواطنين نتيجه التكاثر وبفضل المهاجرين الجدد الى اسرائيل. خلونا نستعرض مع حضراتكم بعض ارقام عن التعداد السكاني الاسرائيلي. عدد الإسرائيليين تقريبا 8,900,000 مواطن، عدد اليهود 6,600,000 بنسبة 74% تقريبا، عدد العرب 1,800,000 بنسبة 21% تقريبا، نسبة يعني الفئات الأخرى 426,000 يعني 4.5% تقريبا. عدد الإسرائيليين زاد 174,000 نسمة وده نسبته 2%، 81% من هذه زيادة كانت نتيجة التكاثر الطبيعي. عدد اليهود زاد 100,000 يهودي، عدد العرب أيضا زاد لكن 37,000 مواطن، آخرين من فئات مختلفة زادوا ب 3,500 مواطن. بعد الفاصل مشاهدينا الكرام نلتقي مرة أخرى واستعراض لأبرز الأخبار. أهلا بحضراتكم مرة أخرى، وفي أول الأخبار نبدأ بالشأن البرازيلي وما له علاقة بالبرازيل والعلاقة مع أمريكا. قال الرئيس البرازيلي جاير بولسونارو أنه لا يستبعد إمكانية حوار واشنطن حول إنشاء قاعدة عسكرية أمريكية على أراضي بلاده، وأوضح في مقابلة تلفزيونية أنه مسألة وجود قاعدة عسكرية في البرازيل هي مسألة رمزية، فبإمكانيات الجيوش الأمريكية والصينية والروسية تؤمن لها الوصول إلى أي بقعة في الأرض بغض النظر عن وجود قاعدة من عدمه. بولسونارو أشار إلى أن تطورات الأحداث في العالم قد تدفع لبحث المسألة في المستقبل. أيضا بيقول الرئيس البرازيلي أن تقاربه مع واشنطن قضية اقتصادية لكنه قد يمتد للمجال العسكري أيضا، وأنه يمكن عقد اتفاق في هذا المجال. نبقى في الشأن البرازيلي، حيث قال أيضا بولسونارو خلال مقابلة تلفزيونية أن الشعب الإسرائيلي هو فقط من يحدد ما هي عاصمة إسرائيل، وأوضح بولسونارو أنه سيكون هناك دول عربية وصفها بالمتطرفة على حد تعبيره، قال أنها تعترض على احتمال نقل البرازيل سفارتها في إسرائيل للقدس لكن دول أخرى لن تفعل على حد قوله. أيضا يذكر أنه بولسونارو يعرف بحنينه إلى الحقبة الديكتاتورية من عام 64 لعام 85 وإعجابه الشديد برئيس الأمريكي دونالد ترامب، وينتمي الرئيس البرازيلي اليمين المتشدد معروف بآرائه الشعبوية، وسبق لي أن أعلن صراحة في بداية حملته الانتخابية أن ترامب المعروف في العالم بسبب عدم القدرة على تنبؤ خطواته هو مثل الأعلى الذي يحتذى به. إلى الشأن اللبناني، حيث نفذ الاتحاد العمالي العام إضراب وطني عام وشامل النهاردة لإطلاق صرخة بعنوان تشكيل حكومة لإنقاذ الشعب اللبناني. وقال نائب رئيس الاتحاد حسن فقيه أنه الاتحاد تأخر للدعوة للإضراب لاسيما وأنه كانت هناك موجة تفاؤل بتشكيل الحكومة، وأشار إلى أن الوضع الاقتصادي غير جيد ووجود حكومة هو ضرورة من الضرورات القصوى. فقيه أيضا أوضح أنهم يعني ضائعون في حفلة من الصراعات السياسية على الحصص، بينما المواطن يتألم يتعذب وبخاصة الموظفين والعمال. يذكر أنه لا تزال القوى السياسية عاجزة عن تشكيل حكومة بعد حوالي 8 شهور على تكليف رئيس الحكومة ميشيل عون تكليفه لسعد الحريري بتشكيل الحكومة في شهر مايو الماضي. لمزيد من التفاصيل بينضم إلينا عبر الهاتف الأستاذ أحمد مرعي نائب رئيس حزب الاتحاد اللبناني. أهلا بحضرتك أستاذ أحمد، مساء الخير. يعني دخول اتحاد العمال على خط الأزمة وإعلان إضراب وطني شامل، ما الذي يمكن أن يؤدي إليه؟ الحقيقة أن هذه الخطوة التي أقدم عليها الاتحاد العمالي العام بدعم العديد من القطاعات النقابية للعمال المستخدمين هي خطوه
كانت صرخة مضوية في وجه الواقع السياسي اللبناني الذي يئن تحت تعطيل تشكيل الحكومة في نظام الحياة العامة في البلاد. هذه الصرخة هي صرخة يعني يتألم منها المواطن اللبناني وخاصة القطاعات العمالية ومستخدمي البلديات وموظفي المؤسسات والمصالح العامة المستقلة. هذه الخطوة تؤكد على أن بداية العام 2016 سيكون عام الإجراءات والحركات الشعبية من أجل تشخيص هذا الخلل الذي يثاب الحياة السياسية اللبنانية. والاتحاد العماني بهذه الخطوة يريد سواء خطة في إنقاذ الاقتصاد الوطني ويصبح اقتصادا معاصرا لتصحيح الأجور وحماية النقد الوطني الذي يتعرض لتغييرات عديدة يدخل صمتها المصرف المركزي اللبناني في حماية هذا النقد من محاولة الانهيار بسبب الأزمات. طيب يعني هذا العنوان هذا الإضراب عفوا بعنوان يعني وكأنه صرخة يعني تشكيل حكومة لإنقاذ الشعب اللبناني، هل هذه الصرخة هناك من يتلقفها لها أذان صاغية؟ يعني في كل فترة يظهر تفاؤل بتشكيل الحكومة ثم تتعقد الأمور. بالحق هناك معضلة أساسية في النظام السياسي في لبنان، ليست أول مرة يتأخر فيها تشكيل الحكومة اللبنانية. صحيح. الحكومة السابقة كان هناك مدة زمنية أطول من المدة التي وصلنا إليها مع هذه الخطوة مع هذا التشكيل الجديد. وغير من التشكيلات لحكومات سابقة استغرقت وقتا طويلا في عملية التشكيل. النظام السياسي دائما ينتج الأزمات وتوزيع الحصص للأسف يعني أسلحة التشكيل اللبنانية يقوم على أساس خاصصة بين الروائح بين الطوائف اللبنانية ولا يقوم على أساس وطني حقيقي يعني يساعد على قيام حكومة تستجمع كل المكونات السياسية الوطنية من أجل نهوض الوطن وحماية هذا الوطن. شكرا جزيلا لك أستاذ أحمد مرعي نائب رئيس حزب الاتحاد اللبناني. إلى الشأن الأمريكي، حيث أدت إلهان عمر أول عضوة محجبة في الكونغرس، أدت اليمين الدستوري وهي تضع يدها على المصحف، كما تمكنت من رفع الحظر على ارتداء الرموز الدينية لأول مرة منذ سنوات في تاريخ مجلس النواب. كانت إلهان عبرت في نوفمبر الماضي عن رغبتها في ارتداء الحجاب عند تأدية اليمين، وقالت أنه لا أحد يضع وشاحا على رأسها، أنه اختيارها. وقد رفع الديمقراطيون رسميا الحظر المفروض على ارتداء غطاء الرأس لأسباب دينية في قاعة مجلس النواب. بحسب التعديلات الجديدة بيستمر حظر قبعات البيسبول وقبعات الكاوبوي أو رعاة البقر التي تم حظرها لأول مرة داخل مجلس النواب في عام 1837. يذكر أنه إلهان عمر ولدت في الصومال لكنها هربت مع عائلتها إلى الولايات المتحدة في عام 1995. في الشأن الأمريكي أيضا، ومنذ لحظات يعني قليلة أو حتى قبل بداية هذا البرنامج، حصلت مشادة كلامية يعني متطورة بين نائبة عن الحزب الديمقراطي الأمريكي رشيدة طليب وهي فلسطينية الأصل والرئيس الأمريكي دونالد ترامب. الحقيقة أنه رشيدة طليب بتتحدث عن بدء إجراءات إقالة الرئيس دونالد ترامب، وذلك في أول يوم عمل لمجلس النواب الجديد بيزاول فيه النواب مهامهم. فقد جرى تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي بيظهر رشيدة وهي تتحدث عن ترامب، كما نشاهد الآن بتتحدث عن ترامب وبتصفه بعبارات نابية. في لقاء بعد أدائها اليمين الدستورية أمس، قالت رشيدة وهي ابنة مهاجر فلسطيني، قالت نصا: سنذهب إلى هناك، سنقيل ذلك اللعين، في إشارة إلى الرئيس الأمريكي ترامب. ترامب بدوره رد عليها في تغريدة كما هي عدته، كتب فيها: كيف يمكن البدء بإقالة رئيس ربما ربح أعظم انتخابات في التاريخ، لم يرتكب أي خطأ،
لم يتعامل مع روسيا، لأن الديمقراطيين هم من تعاملوا مع روسيا على حسب كلامه. سجل أفضل أداء في أول عامين مقارنة بكل رؤساء، وهو أكثر الرؤساء شعبية في تاريخ الحزب الجمهوري بنسبة 93%. هذا هو نصا ما جاء في تغريدة دونالد ترامب التي نتابعها على الشاشة من موقع تويتر. وجه القضاء الروسي تهمة التجسس إلى الجندي المتقاعد في صفوف المارينز الأمريكي بول ويلان، الذي أوقف في العاصمة الروسية موسكو الأسبوع الماضي، حيث يواجه عقوبة السجن حتى 20 عام وسط مزيد من التوتر بين روسيا والغرب على خلفية قضايا مماثلة لهذا النوع. فلاديمير جيريبينكوف محامي الجندي الأمريكي قال إن المحكمة أمرت بتوقيف الجندي احتياطيا، وهو إجراء بيلي توجيه الاتهام ويسبق المحاكمة، وأوضح أنه استأنف القرار طالب بالإفراج عن الجندي بكفالة. يذكر أنه ويلان يبلغ من العمر 48 عام، هو مدير الأمن الدولي في مجموعة بورغ وورنر التي تصنع قطع غيار للسيارات ومقرها قرب ديترويت الأمريكية. لمزيد من التفاصيل ينضم لنا عبر الهاتف الأستاذ حسين بديع، الكاتب الصحفي والمحلل السياسي. مساء الخير أستاذ حسين، أهلا بحضرتك. يعني هل لهذا الموقف يعني تداعيات يمكن أن تقلق بين روسيا وأمريكا؟ يعني هذا الموقف في حد ذاته ليس له تداعيات يمكن أن تقلق، ولكن التقييم الصحيح أن هذا الموقف هو مجرد درجة من درجات التوتر في العلاقات الأمريكية الروسية، وهذا التوتر الآخذ في التصاعد بشكل تدريجي من الجانبين، خاصة من الجانب الأمريكي، لأن الجانب الأمريكي يتعمد الاستفزاز بالنسبة لروسيا. يعني هناك دور أمريكي بالتأكيد محرض في أوكرانيا، وهناك دور أمريكي في تشديد الحصار على روسيا، وهناك دور أمريكي في محاربة روسيا اقتصاديا واستراتيجيا. طيب إذا كان الأمر كذلك بقى، هل يعني أنه ممكن يكون في صفقة؟ يعني يتم الإفراج عنه في مقابل تقليص الأدوار الأمريكية المختلفة اللي حضرتك ذكرتها، أو صفقة من أي نوع؟ هو يأتي هذا الأمر في إطار الضغط المتبادل، يعني الروس اعتقلوا في إطار الضغط على الإدارة الأمريكية، وفي زي ما حضرتك قلتي الدخول في مرحلة مساومات. ولا ننسى أن الرئيس بوتين منذ فترة قليلة جدا، قد لا تزيد عن 10 أيام، عقد مؤتمر صحفي عالمي تاريخي استغرق أكثر من 4 ساعات لأول مرة في تاريخ روسيا، وأعلن عن قوة صاروخية ونووية عابرة للقارات قلبت كل الموازين في العالم، وقد تصلح وكان يهدد بها أمريكا بشكل غير مباشر عندما أعلن عن صواريخ ليس لها مدى، مداها مفتوح وضعف سرعة الصوت 20 مرة، ولا يمكن وقفها، ولا توجد أي منظومة دفاعية تستطيع مواجهتها وصلت إليها البشرية الآن. وبالتالي نحن نرى تصعيدا هائلا وتوترا شديدا في العلاقات الامريكيه الروسيه سياسيا واقتصاديا وعسكريا، وسباق تصليح على غرار ما كان في الستينيات والسبعينيات من القرن الماضي عاد وبقوه، وبالتالي هذا التوتر ياخذ اشكال مواجهات احيانا مباشره واحيانا غير مباشره في بعض البقع والمناطق الملتهبه في العالم، مثل كوريا، مثل سوريا، مثل بعض الاماكن. وهناك ايضا دور روسي متصاعد في منطقة الشرق الأوسط من خلال تحالفه الوثيق مع سوريا وتركيا وإيران، وبالتالي كما قلت لحضرتك الحسابات مختلطة بشدة، والانسحاب القوات الأمريكية من سوريا أيضا يأتي في خطوة كخطوة في هذا التوتر المستمر في العلاقات. لأن أمريكا سحبت قوتها لأنها تعلم جيدا أو اتفقت بالفعل أو سلمت الأمر بأن روسيا هي صاحبة الكلمة الأولى والعليا في سوريا. وضحت الفكرة، بشكرك شكرا. إلى العراق. يعني ليست بعيدا عن المنطقة الملتهبة. بشكرك شكرا جزيلا أستاذ حسن بديع، الكاتب الصحفي والمحلل السياسي. نذهب إلى الشأن الإيراني، وقد انتشرت في طهران مؤخرا رائحة كريهة غامضة، لكن مسؤولين قالوا إنها لا تدعو للقلق،
ومع ذلك عقد مسؤولون في المدينة اجتماعات طارئة بعد شكوى الآلاف عبر وسائل التواصل الاجتماعي من رائحة كريهة تشبه رائحة الكبريت. انتشرت مجموعة من الوسوم أو ما يعرف بالهاشتاج على تويتر مثل رائحة غامضة أو رائحة كريهة، كما عبر كتير من المواطنين عن غضبهم بسبب ادعاء النائب محافظ طهران أنه لا يوجد شيء مميز بالنسبة للرائحة أو شيء مختلف. بعض التقارير الإعلامية أشارت إلى أنه أنبوب الصرف الصحي في ساحة الثورة قد يكون مصدر الرائحة، لكن نفت إدارة الأزمات في بلدية طهران صحة ذلك. يذكر أنه طهران من بين المدن الأكثر تلوثا في العالم، غالبا ما تكون المدينة يعني مغطاة بدخان بيدفع في بعض الأحيان المدارس للإغلاق. إلى الشأن الفرنسي، أظهر استطلاع للرأي أنه 3/4 الفرنسيين ليسوا سعداء بالطريقة التي يدير بها إيمانويل ماكرون وحكومته البلاد، وأن أغلبية تريد أن ترى مزيد من الإجراءات لتحسين الدخل. 25% ممن استطلعت آرائهم من قبل مؤسسة أودوكسا ومؤسسة دينسو يعني لصالح طبعا إذاعات مختلفة، قالوا أنهم راضيين عن إجراءات الحكومة منذ صعود ماكرون للسلطة في منتصف 2017. جاء في استطلاع الرأي أن أهم أولوية سياسية ل 54% من الفرنسيين كانت إيجاد تدابير لتعزيز القوة الشرائية، في حين تراجع خفض البطالة للمركز الرابع. تراجع أيضا التأييد لاحتجاجات السترات الصفراء، وقال 55% منهم أنهم يعتقدون أن الاحتجاجات يجب أن تستمر، مقارنة بنحو 54% في ديسمبر الماضي و 66% في نوفمبر الماضي. إلى الشأن الألماني، حيث شكل اليمين الألماني المتطرف مجموعات للدفاع الذاتي في مدينة أمبرغ بولاية بافاريا، وده بسبب حادث تعدى فيه بعض المهاجرين كانوا في حالة سكر على مجموعة من المارة في المدينة نهاية الأسبوع الماضي. الحزب الوطني الديمقراطي وهو من اليمين المتشدد نشر على فيسبوك صور لعدد كبير من أعضائه يرتدون سترات حمراء واقية عليها شعار الحزب. بدأت هذه المجموعات في تسيير دوريات في الأماكن اللي بتقع فيها الاعتداءات، وكذلك أمام منزل بيسكنه مجموعة من اللي بيطلبوا اللجوء. رئيس مقاطعة بافاريا قال انه صحيح بيدين باشد الحزم الجنح اللي ارتكبها المهاجرون في المدينه، لكن في الوقت ذاته بيدين واقع ان بعض مجموعات اليمين المتطرف بتحاول استغلال القضيه، واضاف انه لن يتسامح مع مجموعات مثل تلك تحاول توسيع انتشار حزب البديل لالمانيا والحزب الوطني الديمقراطي. أصدرت وزارة الآثار المصرية بيان بتطالب فيه بالإفادة بمستندات تخص ملكية كتلة ضخمة من الحجر الجيري بتمثل جزء من الكساء الخارجي لهرم خوفو الأكبر، إضافة إلى عرض مجموعة أخرى من القطع الأثرية المصرية من المقرر أن يعرضها المتحف الوطني في اسكتلندا في أدنبرا يوم 8 فبراير المقبل. وزارة الآثار قامت بمخاطبة الخارجية المصرية لاتخاذ الإجراءات اللازمة للتواصل مع السلطات الاسكتلندية والمتحف للإفادة بمستندات الملكية وشهادات التصدير الخاصة بهذه الكتلة الحجرية وطريقة خروجها من مصر وتاريخ الحصول عليها وضمها لمجموعة المتحف. المشرف العام على إدارة الآثار المستردة أستاذ شعبان عبد الجواد قال إن القانون المصري الحالي الخاص بحماية الآثار يجرم الإتجار بالآثار ولا يسمح بتصديرها ويعتبرها من الأموال العامة. نبقى أيضا فيما له علاقة بالسياحة والآثار. حطم متحف اللوفر الفرنسي الرقم القياسي في عدد الزيارات للمتاحف على المستوى العالمي، وذلك بأنه استقبل 10 مليون مواطن، أكثر من 10 مليون مواطن في 2018، ويسجل ارتفاع بنسبة 25% مقارنة مع عام 2017 حين استقبل وقتها حوالي 8 مليون زائر. مدير المتحف جون لوك مارتينيز قال إنه هذا جمهور لم يكن موجود قبل 5 سنين ضمن قائمة الجنسيات الخمسة الأولى، دي قفزة استثنائية،
مارتينيز بيقول انه ارتفاع عدد الزوار بيعود الى انتشار كليب غنائي للمغنية الامريكية بيونسي تم تصويره في اروقة المعرض وامام صور ولوحات شهيرة مثل الموناليزا في اللوفر. كما انه افتتاح اللوفر ابو ظبي جعل اسم هذا الفضاء الثقافي على لسان الكثيرين في العالم. كانت غالبية الزوار من الأجانب خاصة الولايات المتحدة والدول الأوروبية إضافة إلى الصين والبرازيل. احتل الصينيون المرتبة الثانية بعد الأمريكان بحوالي 1,000,000 زائر. ننهي مع حضراتكم استعراض أبرز الأخبار بعد الفاصل. نعود ونلتقي لنبدأ أول فقراتنا الحوارية النقاشية حول تغريدات ترامب في 2018. كتابة التغريدات مثل الآلة الكاتبة، عندما تكتبها تنشرها فورا، إنها منصة هائلة. كلمات أتت على لسان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب متحدثا عن علاقته بتويتر، الرئيس الذي اقترن به موقع التواصل الاجتماعي الشهير فاكتسب شهرة أكبر. ترامب الذي لطالما حرص على إبراز تمسكه بتنفيذ وعوده الانتخابية لم يبرز أبدا إمكانية تخليه عن تويتر، رغم أنه وعد بعدم استخدامه في حال فوزه بالرئاسة. وأبعد من ذلك، فيبدو أن لديه قناعة بأنه مدين للموقع حين قال في تصريحات إنه ربما لم يكن ليصل إلى البيت الأبيض لولاه. دأب ترامب على مهاجمة عديد من وسائل الإعلام، وعليه صاغ بعض المبررات التي تشرح تمسكه بتويتر. فبالنسبة له وحسب تصريحاته هو الوسيلة التي تمكنه أو مكنته من تجاوز التغطية الإعلامية غير العادلة من خلال حديثه مباشرة إلى الناس. وعلى لوحة تويتر خلال عام 2018 كتب ترامب 2843 تغريدة فجر عبرها عددا كبيرا من الأزمات مع باكستان وفرنسا وكندا والمكسيك، فضلا عن مواجهات مع خصومه الداخليين. واستهل ترامب العام الجديد بهجوم على الجنرال المتقاعد ستانلي ماكريستال حين قال إن أوباما طرده كالكلب بعد انتقادات الأخير له، حتى إن ترامب حين هنأ شعبه بعام 2019 كتب وقال عام سعيد على الجميع ومن بينهم الكارهون وإعلام الأخبار الكاذبة، ليؤكد أننا أمام عام آخر مثير لترامب على تويتر. إذن تغريدات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ليست كتغريدات أي شخص آخر. الأرقام تتحدث عن 2843 تغريدة للرئيس الأمريكي فقط في عام 2018. يعني للحديث حول هذا الموضوع انضم إلينا عبر الهاتف من واشنطن دكتور عاطف عبد الجواد الإعلامي والباحث السياسي. مساء الخير دكتور عاطف. يعني إذا كانت الأرقام تقول 2843 تغريدة في 2018 وفي 2017 كانوا 2,222 تغريدة، ماذا تعني هذه الأرقام؟ يعني أن الرئيس ترامب رجل يتسم بأمرين. الأمر الأول، العالم كله يدور حول شخص، حول دونالد ترامب. والأمر الثاني هو أنك سوف تجدين أن معظم هذه التغريدات تصدر عنه في الثالثة صباحا، بمعنى أنه لا ينام، الرجل يسهر أو لا ينام. فكيف يؤدي عمله بالكامل عند استيقاظه في الصباح في البيت الأبيض ويتناول يتعامل مع هذه المسؤوليات الجسيمة؟ لكن الأكثر دهشة أن صحفا مثل واشنطن تايمز ونيويورك تايمز أحصت عدد التصريحات الزائفة غير الدقيقة غير الصحيحة أو الملتوية، فوجدت أنه خلال عامين من رئاسته صدرت عنه هذه التصريحات أو الأقوال أو الأكذوبات بعدد يزيد عن 7,000 كذبة أو حقيقة ملتوية. إذن نحن نتعامل مع شخصية فريدة في تاريخ الرئاسات الأمريكية. طيب، يعني سبب عدم تخلي دونالد ترامب عن تويتر، هل هو فقط عدم ثقته
في يعني قنوات الاتصال الكلاسيكية والتقليدية، ويصفهم طبعا بالفيك نيوز او الاخبار الكاذبه. هل هو يعني هذا هو السبب فقط لاعتماده الشديد على تويتر بهذا الشكل، ام هناك شك يعني اسباب اخرى؟ هناك اسباب اخرى. السبب الاول كما ذكرت هذا سبب صحيح، هو لا يثق بالصحافه التقليديه ولا بالاعلام التقليدي لسبب بسيط، انه في الواقع هو بدا باستعداء الإعلام والصحافة كما ذكرتي، وصف الصحافة والإعلام بأنه العدو، عدو الشعب، وبأنه أنباء كاذبة وما إلى ذلك. ولكن من ناحية أخرى السبب الثاني هو أنه يعلم أن ما يزيد عن ملايين وملايين من متابعيه على تويتر هم في الواقع يشكلون قاعدته الشعبية أو السياسية، وهم سوف يستقبلون باستمرار وبترحيب كل ما يصدر عنه على تويتر. إذن هو يتخذ من تويتر وسيلة للوصول مباشرة إلى قاعدة الشعبية التي تعشقه وتؤيده ولا تتخلى عنه. طيب يعني كيف كان الأمر مع الرؤساء السابقين دكتور عبد الجواد؟ طوال الوقت ومعروف أن الولايات المتحدة الأمريكية وسائل إعلامها معروفة بأنها قد يعني تنحاز لمرشح لها اتجاهات، يعني لها ميول سياسية واتجاهات سياسية. يعني ما الذي حدث؟ إيه الخطأ اللي حدث مع دونالد ترامب حتى يعني يظهر شكل غير مألوف؟ كيف كان يتم مع الرؤساء السابقين؟ طبعا هناك نقطتان بشأن هذا السؤال. النقطة الأولى أن الرؤساء السابقين لم يكن أثناء حكمهم مسألة تويتر أو فيسبوك، يعني كانت موجودة ولكن في بداياتها. ربما نحن نتحدث عن تويتر وعن فيسبوك في عهد الرئيس أوباما، نعم كان موجودا هذه وسائل الإعلام الاجتماعي هذه، ولكن الرئيس أوباما استخدمها بتقطير وبقلة شديدة، ولكن في المناسبات فقط. ولكن طبعا عندما انفجرت وسائل الإعلام الاجتماعي بالصورة التي نشهدها اليوم في جميع أنحاء العالم، ثم عندما نرى في دونالد ترامب شخصية غير مألوفة، هذا يفسر كيف أنه لجأ إلى تويتر أكثر من لجوء الرؤساء. أنا كنت أقصد تحديدا يعني كنت أقصد تحديدا لماذا ساءت العلاقة بشدة مع وسائل الإعلام؟ كيف كان يتعامل الرؤساء السابقون مع وسائل الإعلام المعادية لهم أو التي كانت ترشح أو يعني تؤيد مرشحين آخرين؟ أعتقد أن حالة الرئيس ترامب حالة من الإفراط، يعني هو حتى في علاقاته مع وزرائه وعلاقاته الشخصية تجدين أنه في لحظة يمتدح بشدة مثلا وزير الدفاع جيم ماتس، وفي لحظة أخرى لحظة غضب أو خلاف تجدينه يذم فيه ذما شديدا. ما حدث هو أن الرئيس ترامب بطبيعته الشخصية لا يقبل أي انتقادات، وبالتالي الصحافة الحرة هنا في الولايات المتحدة تنتقد الرؤساء سواء كان ترامب سواء كان أوباما سواء كان بوش. هؤلاء الرؤساء إن تقبلوا هذه الانتقادات كحرية رأي. الرئيس ترامب بطبيعته لا يقبل هذه الانتقادات، ولذلك اعتبرها أنها معادية له وتهدف إلى إسقاطه وتنحيته، وبالتالي بدأ أعداء شديدا نحو الإعلام التقليدي. طيب يعني استخدام ترامب لتويتر الحقيقة كان سبب يعني لتفجير مجموعة من الأزمات أو على الأقل توتر في علاقة الولايات المتحدة الأمريكية ببعض الدول. هو لا يتردد في استخدام يعني كلام شديد وقاسي في مواجهة رؤساء دول آخرين أو حتى مواجهة يعني رجال إدارته هو شخصيا. أزمة مع باكستان مع فرنسا، وصف ماكماستر بالكلب، يعني يصف مسؤولين سابقين بالغباء بالسخافة، يعني تفجيره لأزمات مع أطراف أخرى. دكتور عبد الجواد كيف يمكن فهمها وتحليلها؟ هل لأنه طوال الوقت نقول أنه ترامب ليس سياسيا، لم يأتي من الاستابليشمنت أو من مؤسسات الدولة العميقة في الولايات المتحدة الأمريكية، فبالتالي يعني لا يلتزم بالحدود الدبلوماسية على الأقل؟
نعم، طبيعة ترامب في الواقع ليس فقط أنه لا يأتي من المؤسسة التقليدية، في الواقع هناك رؤساء أمريكيون عديدون لم يكونوا جزءا من المؤسسة السياسية التقليدية، ولكن الرئيس ترامب رجل سوقي، يعني هو نشأ كسمسار عقارات في شوارع نيويورك، ولك أن تتخيلي شخصية سمسار عقارات يعني بيلعب بيقولوا ايه في مصر المثل، بيلعب بالبيضة والحجرة، شيء من هذا القبيل، ويتعامل مع شخصيات كان لابد ان يمارس معها الخداع والكذب، وهو يرغب فقط في جمع ثروة، وقد نجح في جمع هذه الثروة، وتمكن عن طريق هذه الثروة وعن طريق طبعا مواقفه العنصرية في استمالة جانب من الشعب الأمريكي. إذن هي شخصية ترامبية فريدة نشأت في سوق العقارات في سمسارة العقارات في نيويورك، وبالتالي لم يتمتع بشخصية رئاسية محترمة كشخصية الرؤساء الذين سبقوه. نعم. طيب دعنا نشرك معنا في هذا النقاش دكتور هاشم كريم، عضو الهيئة العليا للحزب الجمهوري. مساء الخير دكتور كريم، كل عام وحضرتك بخير. يعني حين نتحدث عن هذا الكم الهائل من التغريدات معظمها مثير للجدل من قبل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لماذا ينتقد دونالد ترامب لاستخدامه تويتر؟ يعني أليس من حقه أن يستخدمه إذا كانت وسائل الإعلام، يعني يتحدث عن وجهة النظر الأخرى، إذا كانت وسائل الإعلام في معظمها ضده وتبرز فقط يعني الجوانب السلبية والمشاكل والأخطاء، فأليس من حقه أن يستخدم تويتر كما يشاء كمنصة إعلامية حرة؟ وفي الحقيقة هو رئيس ترامب هو بدأ المشكلة شخصية، لأن هو من أول يوم بدأ يستخدم التويتر بأسلوب يعني لم يعهده أحد من قبل، بيصحى الساعة 4 الصبح وخمسة الصبح وساعات الساعة 2 بعد نص الليل عشان يكتب على تويتر. ولما كلمناه في الموضوع ده في أحد مرات العشاء والغداء وبنتكلم مساعديه، فكان بيقول لك بالحرف الواحد التويتر بيوصل ل 35 مليون، أنا لو عملت مؤتمر صحفي ولا اتكلمت هيشوفوا كم واحد. فالموضوع مش موضوع إعلان تويتر أو لا، إحنا كان المفروض قلنا له يحافظ على أسلوب الرئاسة الأمريكية، ده رئيس دولة لازم يبقى له الاحترام المطلوب، ولازم يبقى له اسلوبه الخاص، ويبقى في مؤتمر صحفي يقدر يعلن فيه. انما للاسف الشديد يعني هو الحاجه الثانيه اسلوبه في الاداره، اصلا اسلوبه في الاداره لا يتمتع باي عمل سياسي، هو فعلا يتصرف كراجل مقاول او صاحب اعمال حتى في اللي بيعينهم وحتى في اللي بيطردهم، وهذا الاسلوب لا يتناسب مع اسلوب الرئاسة. ولو شفت كل المواضيع سواء على مستوى اوروبا او الحلف الاطلنطي او الاخرين، سوري يعني شبه مهزله يعني عمليه يعني. هو حساب دونالد ترامب يا دكتور، حساب دونالد ترامب على تويتر، هل ده حساب شخصي ولا رسمي؟ لا هو حساب شخصي طبعا، حساب شخصي بس بيطلع باسم بوتوس يعني اللي هو رئيس الولايات المتحده الامريكيه. يعني ما هو شخص بيحط اسمه، وهو طبعا لازم يكتب. وبعدين الحاجه الثانيه احنا قلنا له ممكن يعني ممكن تستخدم تويتر، بيسموها ايه؟ وانس اون وايل، يعني في ظروف خاصه في حاجه، انما نط يوميا، نط في كل حاجه، نط ترد على الناس. الاسلوب الثاني انك انت ده في احد المرات كان بيتفق مع مساعديه بالكامل علشان يعمل يقدموا له بيان في العلاقات الخارجيه، مساعديه صحي الصبح لقوه قاعد على تويتر بيتكلم كلام غير اللي اتفقوا عليه. يعني يبدو هو للاسف اوت اوف تاتش، امام رئيس خارج يعني كل حدود ما هو مألوف. بالظبط. وديت في الوقت نفسه عامله له مشكله، يعني اولا في ناس كتير جدا لعلمك بيحاول هو يتفاهم معاهم، عشان عارفه في كم وزير دلوقتي مش موجودين وكل يعني مشغل فيها نواب بما فيها وزاره العدل، ودي من اهم ما يمكن. فطبعا ده كلام غير طبيعي،
باختصار ليس نظام رئاسي. طيب يعني ايضا من ضمن الارقام اللي الحقيقه كان ملفت جدا دكتور كريم، يعني قد ايه وسائل اعلام غربيه اهتمت بموضوع تغريدات ترامب، يعني بعض المجلات امريكيه وفرنسيه عامله تقارير مفصله وعامله تحليل مضمون للتغريدات، وهذا الملف كان فيه كم تغريده والملف ده كم تغريده واستخدم كم مره كلمه كذا، يعني ملفت قد ايه اهتمت وسائل الاعلام الغربيه بموضوع تغريدات ترامب. فمن ضمن الارقام مثلا انه كان باراك اوباما وهيلاري كلينتون هما الشخصيتين اللي الاكثر اللي يعني برزوا اكثر في تغريدات ترامب وهجوم ترامب عليهم، يعني كيف يفسر ان دول اكتر الاشخاص اللي تم الهجوم عليهم في تغريدات ترامب؟ ما هو ده يوضح لحضرتك سوري الغباء السياسي في طريقه تعامله تماما. هو كرئيس دوله بيتعامل حتى مع الرؤساء السابقين سوري في الكلمه كما لو كان معلم، وكل لو تشوفي صوره وهم بيحضروا التعزيه في جورج بوش الاب وهو لما دخل بما انه رئيس الدولة حاليا وتشوف المنظر مؤسف جدا، ما بيسلمش على اللي جنبه اللي هو اوباما وما بيسلمش على الرؤساء التاني. في الوقت نفسه هو يعلم تماما كل الرؤساء اللي عايشين دلوقتي بيروح لهم يوميا تقارير المخابرات المركزية الامريكية. ده القانون حتى لو هو كرئيس دولة يعني وانتهت فترته بيروح له تقرير المخابرات المركزية. وممكن يكلموه ويدوا له نصائح ويتعاون معاه، ولكن للاسف الشديد يعني اسلوب التعامل اللياقه في اختيار الكلمات لا يتناسب تماما. وده رئيس اكبر واغنى دوله في العالم، فالمفروض يعني انت لو شفتيه وهو راجع من كندا الشهرين الثلاثه اللي فاضلين بعد ما اتفقوا على الحل النهائي والبيان المشترك اللي هيزعوه رفض يمضي، وقعد حاطط ايديه زي ما بيحطهم ويتكلموا عليه ويقولوا له ما صحش احنا اعلنا الكلام الصحافه والناس والاستشاره بتاعت المانيا، يعني الكلام يخليك تحسي سوري يعني بالهزال يعني. هو من حقه يعني انك ترفض وانك تتفاوض وانك تقول رايك، ما فيش مشكله، ليس بهذا الاسلوب تماما. نعم طيب انا فاكر كلمتي له في نيوجيرسي لما قلت له يا اكتو اكت بريزيدنشال، يعني تتصرف كرئيس للدوله بطريقه رئاسيه. طيب يعني بيعود الينا مره اخرى دكتور عاطف عبد الجواد، كان انقطع الاتصال لحظات صغيره. دكتور عاطف ما رايك في هذه النقطه تحديدا انه يعني اكثر اثنين تم الهجوم عليهم هم من الحزب الديمقراطي هيلاري كلينتون وباراك اوباما، في حين انه شخصيات مثلا زي الرئيس الصيني، الرئيس الروسي، الرئيس الكوري الشمالي وهم رؤساء من المفترض انه في توتر بين امريكا وبين هذه الدول، بالعكس هم يعني حظوا بخطاب اكثر ايجابيه في تغريدات دونالد ترامب. دكتور عاطف هل تسمعني؟ طيب انقطع الاتصال مره اخرى بدكتور عاطف. طيب اعود لحضرتك مره اخرى دكتور كريم، تتحدث عن انه لا يتصرف باي شكل من الاشكال الرئاسيه المعهوده. طيب يعني اين دور المستشارين المساعدين الناصحين؟ يعني من المفترض انه في هيئه كبيره من هؤلاء بجانب اي رئيس، ما بالك برئيس الامريكي. من اكبر الرؤساء في العالم اللي عنده مستشارين هو الرئيس الامريكي في جميع المجالات، ويوجد في امريكا جميع الخبراء سواء في الصحه النفسيه والاقتصاد والسياسه والناحيه العسكريه، كل دول موجودين. ولكن كما قلت لك هو ممكن يقعد لعلمك وممكن يقعد يسمع ومع هذا لا ينفذ كلمه اتفق عليها على الاطلاق. ولو تلاحظي تجد اكبر مجموعه مستشارين في نظام الرئاسة الأمريكي طول عمر الرئاسة الأمريكي اللي استقالوا من صغيرهم كان في عهد الرئيس ترامب، هو عن 56 واحد. انت سمعت كلام وزير الخارجية وزير خارجيته اللي كان ماسك شركة إكسون واستقال بيوصفه أوصاف يعني الواحد حتى ما قدرش يعيدها تاني على التليفون، ما
لانه انا على التلفزيون في امريكا، انا هنا في التلفزيون في امريكا، مش ممكن يعني بيتكلمي واحد وده مش عيب. وقلنا له انت ممكن ما يكونش عندك درايه سياسيه او درايه اقتصاديه او دراسه في اي موضوع، انما لك مستشارين تاخد رايهم وبيحللوا لك الامور وتناقش معاهم عشان تاخد افضل الحلول. نعم. يقول لك ايام هو ايام، يعني ايه ايام هو ايام؟ يعني فعامل يعني هو بيقول كده لذلك لعلمك طبعا ايام هو ايام. وبعدين عندك لعلمك هنا مشكله ان هو دلوقتي بيدور على ناس يعينهم، ففي عدد كبير من المستشارين المحترمين رافض تماما، لانه يعلم انه ممكن يدخل سوري وياخد موقف. وزائد اسلوب يعني حتى لما يكون عندك مسؤول كبير في حكومتك نعم. وزير واتفقتوا على الاستقاله، تديله فرصه بيستقيل او انت يعني نعم. انما يعني طيب. ممكن يصحى من النوم يقول له يقرا في الجرايد ان هو تم عزله. طيب يعني دعنا نرشك معنا في هذا النقاش دكتور مهدي عفيفي المحلل السياسي بينضم الينا من نيويورك. مساء الخير يا فندم، كل سنه وحضرتك طيب. يعني خليني اسال حضرتك برضو السؤال المتعلق بهجوم دونالد ترامب الشديد على باراك اوباما وهيلاري كلينتون، اكثر شخصيتين تعرضوا للهجوم في تغريدات ترامب عام 2018 وهما من الحزب الديمقراطي، في حين انه شخصيات اخرى زي الرئيس الروسي او الصيني او الكوري الشمالي يعني تعامل معاهم بخطاب محايد او جيد الى حد ما، كيف يمكن تفسير هذا التناقض ام هو مش تناقض من وجهه نظرك؟ تحية لإكسترا نيوز وليكي شخصيا ولصديقي العزيز هاشم كريم. احنا بنختلف في بعض الامور السياسية لكن نتفق قلبا وقالبا في يعني ما نراه من سياسة لم نسمع عنها من ترامب. ما يحدث هو طفرة في عالم السياسة الامريكية، وطبعا قلتها عندكم اكتر من مرة، ومن منذ تولي ترامب قلت التويتات لا تمثل سياسات ترامب منذ قبل اصلا. ما كانش احنا لما كنا في يوم الانتخابات لحد الساعة 3 صباحا انا كنت في واشنطن لم يكن متوقع ان هو يكسب. قلتها برضو عندكم في البرنامج ان ترامب زبراني يعني اسم تجاري كان يحاول الدخول في يعني معركة الانتخابات لرفع اسمه التجاري. ما نراه الان هو قمة الديمقراطية الامريكية بميزها بمميزاتها بعيوبها بشكلها. هناك من يضطر للدفاع عن ترامب من ضمن أعضاء الحزب للمحافظة على الحزب، لكن لا يمكن أن نرى أن حد يدافع عن ترامب ضد المصلحة الأمريكية. يعني مش هتحصل، حتى وقد رأينا هذا مع وزير الخارجية تيلرسون، الناس المحترمين في الحزب الجمهوري والذي يحترمهم الجميع. تيلرسون مثلا آخر استقالة لوزير الدفاع. ما نراه من تغيرات قد يكون هو كيفية تطبيق الديمقراطية الحقة، لأن الآن من أول دعوات الديمقراطيين وخصوصا يعني الديمقراطية التي أتت لنا بأول فلسطينية في الكونغرس وأول مسلمة محجبة في الكونغرس وكثير من النساء، والذي أنا أفتخر أن احنا عندنا 126 امرأة في الكونغرس الأمريكي النهاردة. أعتقد أن ده هو تطبيق للديمقراطية، أنه ممكن يكون الرئيس اللي في البيت الأبيض ليس بهذه الكفاءة، لكن السيستم نفسه أو أنتوا بتسموه الدولة العميقة، أنا لا أعتقد أن أمريكا فيها دولة عميقة، بس تعقيدة الديمقراطية الأمريكية تسمح ألا يمكن لشخص أن يغير مسار الدولة بشكل غير نسبة بسيطة جدا. وحتى لو كان في هذا يعني الاستهتار مثل ترامب وهجومه الشديد على شخصيتين من الشخصيتين المحترمين جدا زي باراك اوباما والذي شرفت ان انا عملت في الحملة الانتخابية بتاعته وهيلاري كلينتون، لن يؤدي الا الى يعني اثارة القليل ممن هم متخلفين مثله. وطبعا نحن في الولايات المتحدة الامريكية نستطيع ان نقول هذا، واعتقد ان الاستاذ هاشم يتفق معايا في هذا. طيب سؤالي الاخير لسيد هاشم، يعني دكتور مهدي قال انه لن يدافع احد على دونالد ترامب اذا ما يعني كان هناك تعرض للمصالح الامريكية، هل اسلوب وطريقة دونالد ترامب الان تهدد المصالح الامريكية؟
سيد هاشم هل تسمعني؟ طيب فقد الاتصال، يعني يبدو ان الاتصالات بها خلل ما النهارده. بشكر دكتور هاشم كريم عضو الهيئه العليا للحزب الجمهوري، شكرا جزيلا. و طيب دكتور عاطف رجع لنا. دكتور عاطف حضرتك سامعني المره دي؟ دكتور عاطف ولا دكتور عاطف؟ طيب دكتور مهدي. استاذ مهدي حضرتك سامعني؟ حلو بقى التليفون. اه سامعك جدا. سامعك استاذ مهدي حضرتك سامعني؟ انا سامعك. طيب ممتاز. حضرتك ذكرت نقطه المصالح الامريكيه، هل هو الان بهذا الشكل يهدد المصالح الامريكيه؟ لا اعتقد انه وصل لهذه المرحله، يعني في بعض الاحيان كاد ان يهدد المصالح الامريكيه، لكن احنا مثلا زي في مساله إيه؟ سوريا راينا في رد فعل افندم زي امتى يا حاج؟ يعني في مساله زي بالضبط مصلحه انسحاب الولايات المتحده الامريكيه من سوريا بهذا الشكل اللي هو اعلنه، ولذلك راينا من وراء الكواليس وزاره الدفاع اتحركت، وزاره الخارجيه اتحركت، المستشارين اتحركوا، الكونجرس نفسه من السنه اتحركوا من الجمهوريين، وبدات طريقته في الكلام حتى هو نفسه يتغير. مصلحه حتى مساله بناء الحائط، كان في الاول بيقول عايزين 5 بليون دولار عشان نبني الحائط، دلوقتي بدا يقول لا هو مش حائط، هو حاجز يعني مانع. فاللي انا بقوله ان هو دايما يحاول تحريك القاعده العريضه التي كانت يعني تسانده والتي اتت به الى الولايات المتحده الامريكيه، ولكن لا اعتقد ان عندما تعترض هذا مع المصلحه والعقل وراي الاغلبيه والكونجرس سنجد دونالد ترامب يغير رايه وسنجده يتغير. وابسط مثال ما سمعنا به بالامس عندما دخل مفاجاه على اجتماع في اثناء كان هناك يعني مؤتمر صحفي، دخل بفاجئه وبدا يتكلم بطريقه مختلفه كلا عن بلوسي، الا وهي المسؤوله يعني رئيسه تعتبر رئيسه مجلس النواب عن الديمقراطيين، وهي في الواقع في الدستور الامريكي هي اقوى من الرئيس الامريكي. الناس مش واخده بالها ان نانسي بلوسي في موقعها هذا اقوى من الرئيس الامريكي. طيب دكتور عاطف حضرتك سامعني؟ نعم سامعك، اهلا بك. اهلا اهلا بك دكتور عاطف. يعني النقطه المتعلقه بكثره التغريدات التي يعني يكتبها او يعني يغرد بها الرئيس الامريكي دونالد ترامب، هل من المتوقع ان يستمر بنفس الوتيره في 2019؟ نعم، لأنه مر عامان عليه بالرئاسة الآن، وكثير من مستشارين نصحوه بالتقليل بالحد بالامتناع عن استخدام التويتر، لأنه السياسة الأمريكية أكثر ثقلا من مجرد 140 حرف هجائي هي طول تغريدة تويتر، ولكن من المتوقع أن يستمر في استخدام هذا. والمشكلة الآن التي تواجهه مع استمراره في استخدام التويتر هو أن ما يقوله على تويتر يفقده المصداقية الرئاسية يوما بعد يوم، شهرا بعد شهر، وعاما بعد عام. فعندما يقول شيئا في الصباح على تويتر في الساعة الثالثة صباحا، ثم عندما تطلع الشمس يقول شيئا آخر، الناس بدأوا يتعجبون ماذا نتوقع من هذا الرجل، وهل يمكن أن يستمر ثابتا على موقف أو على مديح أو على ذم، وهل يمكن بالتالي أن يتمتع بمصداقية فيما يفعله وفيما يقوله؟ هذه المشكلة التي سوف تستمر معه خلال العامين المقبلين، هذا إذا استمر رئيسا للعامين المقبلين. يعني ما الذي تعنيه؟ من الممكن أنه يتم عزله؟ نعم، هناك 17 تحقيقا قضائيا ضد السيد ترامب، بما في ذلك هو وأسرته، منظمته، المجلس النيابي الجديد الذي يهيمن على أغلبيته الآن الديمقراطيون، يعتزمون على سبيل المثال من الغد من الأسبوع المقبل يعتزمون استدعاء، لديهم الصلاحية الدستورية لاستدعاء اقراراته الضريبية خلال السنوات العشر الماضية، يبحثون له عن اي عيوب او ثغرات يمكن
أن يرفعوا ضده اتهاما يؤدي إلى محاكمته وإلى عزله. طبعا المحاكمة والعزل معقدة لأنه مجلس النواب نعم ويسيطر عليه الديمقراطيون، نعم هو من صلاحياته رفع قرار الاتهام، ولكن المحاكمة والعزل يتم في مجلس الشيوخ وهو ما زال يتمتع بأغلبية جمهورية في مجلس الشيوخ. نعم دكتور عفيفي، هل من تعليق على هذه النقطة سريعا؟ أنا في الحقيقة أعتقد أنه من معرفتي شخصيا بشخصية ترامب أعتقد أنه سيغير من خطابه على تويتر لأنه اعتاد على التغيير. ثانيا أعتقد أن حتى النسبة الجمهورية التي هي موجودة في السنت ألا وهو مجلس الشيوخ بدأت تتأذى منهم، وكان على رأسهم ميت رامني الذي أعلن صراحة إن كانت هناك أي تعارضات مع المصالح الأمريكية فإنه سيقف فيما تحتمله المصالح الأمريكية، وهناك بعض الجمهوريين الذين يريدون إعادة انتخابهم للمرة الثانية بعد ذلك. أعتقد إن كان هناك تحرك شعبي وتحرك في الكونغرس بما رأيناه مثل أمس، أعتقد إن بعض الجمهوريين يمكن تغيير أصواتهم ويقفوا فيما تحتويها تستدعيه المصلحة العامة، لأن هذا هذه مسألة سيساءل عنها كل من يمثل الشعب الأمريكي، وأعتقد أنه لديه الكفاءة أنه يغير رأيه في السنة ويستطيع اتهام الرئيس الأمريكي إن استكملت التحقيقات والتي هي ستكون في مختلف لجان الكونغرس. طيب سريعا قبل ان انتقل لسؤال المشاهدين دكتور عفيفي، يعني استخدام دونالد ترامب المكثف لتويتر، البعض بيقول انه لانه وسائل الاعلام في معظمها كانت ضده منذ حملته الانتخابيه واستمرت على هذا النهج. الحقيقه المتابع لوسائل الاعلام هذه في معظمها دكتور عفيفي هيلاقي انها يعني تكن له العداء، ربما أصبحت يعني موجهة بتركز فعلا على السلبيات وعلى المساوئ ويعني التعامل بهذا الشكل. هل بالفعل أصبحت وسائل الإعلام في عداء واضح وصريح؟ يعني هو بيقول عليها العدو الأول للدولة أو العدو الأول للشعب، وهي أيضا يعني التقت الطرف الخيط في الحرب وأعلنتها هي أيضا. لا اعتقد ان في مجتمع مثل الولايات المتحده الامريكيه الاعلام هو السلطه الرابعه، والاعلام هو اقوى وسيله يستطيع بها الرئيس ان يغير الراي العام. اعتقد انه بدا باتهام الاعلام بدون ان يتيح للاعلام فرصه، ولا يريد للاعلام ان ياخذ يعني حقه في ابداء اعتراضه. باراك اوباما وهيلاري كلينتون كان لديهم نصيب كبير من النقد في الاعلام، وخاصه من المحطات المائله اكثر للجمهوريين، اضافه باراك اوباما تعامل مع كلا من البيتين من الجمهوريين، اضافه لان الاعلام في بعض الاحيان كان يعني مثار ضده من ترامب. نعم. الذي يعني حمل علم ان باراك اوباما ليس بامريكي. طيب. فهو الذي بدا هذه الحمله وهو الذي ادى الى هذا. طيب في النهايه خلينا نستعرض السؤال اللي طرحناه على المشاهدين، هل ترى ان استخدام دونالد ترامب الزائد لحسابه على تويتر هو امر ايجابي، نعم ام لا؟ هكذا جاءت الاجابات، 30% يقولون نعم كان إيجابي، 70% يقولون لا لم يكن إيجابيا. وخلوني أقول لحضراتكم يمكن الرقم الأخير في هذا الموضوع المتعلق بتغريدات ترامب، أنه ترامب قعد 16 يوم لم يكتب أي شيء على تويتر، 16 يوم بريك فقط في عام 2018. ترى كيف سيكون الحال في 2019؟ سؤال يعني ستجبنا عليه الأيام القادمة. بعد الفاصل نعود ونلتقي للحديث في الفقرة الحوارية الثانية عن ما حققته المرأة العربية في عام 2018. ٢٠١٨ ربما يكون حتى الآن العام الأكثر تميزا للمرأة العربية على صعيد ما حققته من إنجازات من المحيط إلى الخليج على المستوى الداخلي أو على المستوى الدولي. البداية من المرأة في الخليج العربي
حيث شهد البرلمان البحريني ظهور أول امرأة رئيسة له، وهي الإعلامية والأكاديمية فوزية زينيل. ومن البحرين إلى الإمارات جاء قرار رئيس دولة الإمارات الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان برفع نسبة تمثيل المرأة في المجلس الوطني الاتحادي إلى 50% لتشكل دفعة جديدة للمرأة الخليجية التي تناضل من أجل مزيد من التمكين لها. السعودية بدورها كان 2018 شاهدنا على تحركات غير مسبوقة لدعم حقوق المرأة حين صدر أمر ملكي في يونيو يتيح لها حق قيادة السيارات. على الصعيد العربي كذلك ذهبت تونس بعيدا حين اعتمدت الحكومة مشروع قانون مثيرا للجدل يساوي المرأة بالرجل في الميراث، المقترح الذي تم تمريره إلى البرلمان وسط توقعات بأن تتم الموافقة عليه. وجاءت العراقية الإيزيدية نادية مراد لتضيء سجل المرأة العربية بحصولها على جائزة نوبل للسلام. وجاءت نهاية العام لتحمل علامة مضيئة جديدة للمرأة المغربية حين تمت الموافقة على مشروع قانون يجرم العنف ضد المرأة بعد 6 سنوات من النقاش. إنجازات عدة للمرأة العربية في مختلف المجالات، لكن بلا شك تبقى أمامها تحديات كثيرة. إذن كيف هو حال المرأة العربية في عام 2018 وما الذي يحمله لها عام 2019؟ أرحب بضيفتي في هذا النقاش أستاذة نهى المأمون مؤسسة مبادرة هي والمجتمع. أهلا بحضرتك، كل سنة وانت طيبة. بداية خلينا نتكلم على 2018، رأيك هذا العام كان يعني كيف يمكن تقييمه بالنسبة للمرأة العربية، عام سعيد أم غير ذلك؟ لا، عام سعيد وحصلت المرأة فيه على كثير من الحقوق في دول مختلفة زي ما ذكرته كده في التقرير، سواء في السعودية سواء في الإمارات في المغرب في تونس وأيضا في مصر. لا أعتبره عام سعيد. خلينا نتكلم على الإنجازات. تمام. زي إيه؟ إيه أبرز ما تم تحقيقه بالنسبة للمرأة؟ هو ده المفصل، يعني ده اللي يفرق في مسيرة تمكين المرأة في الوطن العربي. إننا نذكر أمثلة. أول مثال عندي في السعودية تمكين المرأة من قيادة السيارات، ده كان حدث وأخد يعني باع طويل في الأخبار وفي السوشيال ميديا وفي الصحافة وفي الإعلام، حركة جريئة يعتبر على المجتمع السعودي. دي كانت مجرد دفعة أو بداية، لكن تبعها كمان في السعودية ان سمحوا للمرأة حضور مباريات كرة القدم، سمحوا للمرأة انها تنتسب للجيش بشروط معينة، انها تكون لازم تكون متزوجة سعودي ومن مواليد السعودية وتشترط خدمتها في المكان اللي بيوجد فيه أولياء الأمور. لو هتكلم على الإمارات، بعد ما أمر الشيخ خليفة بن زايد في دولة الإمارات أن رفع نسبة المشاركة النسائية في المجلس الوطني الاتحادي ل 50%، ده تمكين للمرأة بأمثلة. يعني لو هتكلم في المغرب زي ما قلت سن قانون تجريم العنف ضد المرأة، يمكن لقى معارضة في الأول من بعض المنظمات لأن مش معرف بالضبط إيه هو العنف ضد المرأة وبيتم إزاي، لكن بعد حوادث شهيرة حصلت في المغرب أقروا القانون ده. في أيضا قانون اشتغلوا عليه في فبراير اللي فات كان عن زواج القاصرات، التمييز ضد المرأة. وأكتر حاجة كانت بارزة كمان في تونس المساواة بين الرجل والمرأة في الميراث. كل دي حركات بتدل على قد إيه حصل تمكين المرأة في 2018. طيب خليني أتوقف أمام مشهدين. مشهد قيادة المرأة للسيارة في السعودية، لأنه زي ما حضرتك قلت فعلا كان يعني أثار جدل كبير، جدل إيجابي على الأقل. الخطوة دي بتشوفي دلالتها إيه بالنسبة للمرأة السعودية، وإيه توقعاتك؟ يعني ممكن يكون ليها بعد كده خطوات أكتر لتمكين المرأة في السعودية؟ هي زي ما قلت لك هي دي مجرد الدفعة الأولى، يعني هتتبعها كثير من الخطوات، خصوصا أن ولي العهد محمد بن سلمان في خطة سعودية 2030 محور المرأة ووضعها في المجتمع السعودي واخد جانب كبير من الاهتمام في الخطة دي، ففي خطوات أكيد كبيرة. وده ما جاش من فراغ، هو الجيل الجديد بقى يعني السعوديات اللي في الجيل الجديد بقوا مطلعين أكتر، مطلعين على الثقافة الدولية، على العالم، على فكرة حقوق الإنسان، فكرة حقوق المرأة. فده هيبقى دي مجرد بداية لخطوات أخرى ومطالبة دائمة بحقوق المرأة والمساواة. نقطة المساواة أثارت أيضا جدل كبير جدا في تونس، كنا طبعا بنتابعه إعلاميا بشكل يعني متواصل، وقانون اللي بيساوي ما بين المرأة والرجل في الميراث وفي إدارة شؤون الأسرة وغيرها من الموضوعات.
هذا القانون بالذات وهذه الفكرة زي ما قلنا أثارت مش بس جدل، غضب أوساط كثيرة. النقطة اللي عايز أسأل حضرتك عليها فكرة انتزاع حق أو الوصول إلى حق رغم اعتراض فئات في المجتمع، إزاي يعني إزاي ممكن المرأة أنها توصل لده، وإمتى تقول لا الحق ده هنوقف عنده لأنه المجتمع رافض؟ هو فكرة ان المجتمع رافض، هو دايما رافض، المجتمع رافض اي مطالبة للمرأة بالمساواة باي حق، وشايف ان هي واخدة كل الحقوق وان هي مفترية دايما. بس مش هتلاقي حد ضد زواج القاصرات مثلا، مش هتلاقي حد ضد العنف ضد المرأة، يعني مفيش حد هيبقى مع العنف ضد المرأة. ليه فكرة الميراث ده بالذات، الجدل اللي حاصل قوي ده، طالما الموضوع بيمس الشرع او الدين لازم جدل على طول، يعني من غير حتى ما نفكر ما نتدبر ما ناخد بالأسباب. طب هم فكروا في القانون ده ليه؟ ممكن بتغير الزمن بتغير الأحوال، لكن طالما الموضوع احنا في الثقافة العربية والمجتمعات العربية، طالما الموضوع بيمس الدين أو الشرع ممنوع الكلام فيه. تكلمي كده كأنك بتكلمي في المحرمات. ما عندناش ثقافة الحوار في ان احنا ممكن نناقش واحد واثنين وثلاثة ونعيد تفسير الآية مرة واثنين وثلاثة ونعيد تفسير الموضوع مرة واثنين وثلاثة، ما عندناش الثقافة دي. ففكرة ان المرأة دايما هتفضل، يعني انا بسمي مش مطالبة بالحقوق، احنا بنناضل، ده نضال مش مجرد مطالبة عادية، لان انت بتواجه عقبات كتير من امرأة زيك هي غير مؤيدة للفكرة او من المجتمع او من البيت اللي انت تربيتي فيه او من الثقافة اللي انت فيها، دايما بيبقى فيه صراع ونضال لده. بس فكرة ان المرأة هتوقف تقول امتى لا مش هطالب بالحق ده، اعتقد لو هي مش مؤمنة ان ده حقها، يعني مجرد فكرة، مجرد بتتبع الموجة بس. لكن لو انت مؤمنة بفكرة هتفضلي تنضلي لحد اخر وقت لانك مؤمنة ان ده حقي ولازم اخده. طيب هل الانجاز او التقدم او المكاسب اللي وصلت ليها المرأة في 2018 هي نتيجة نضال حقوقي فعلا، ولا هي رغبة يعني هي ارادة سياسية تأتي من يعني تأتي فوقيا من فوق؟ بصي أقول لك بصراحة، هو نتيجة نضال طبعا وناس مؤمنة باللي هي بتعمله وبتدافع عن حقوقها، ده حقيقي. بس الأمور مسيسة بعض الشيء، لازم أعترف بده، إن كان في الهيئات الأممية الأمور مسيسة. لكن فكرة إن حقوق المرأة ونضال المرأة ده بقى موضوع دولي، مش بس في الوطن العربي، يعني الاهتمامات الدولية سواء في أهداف التنمية المستدامة، في أجندة 2030، في أجندة 2063، كلهم بيحملوا محاور وبنود ثابتة لموضوع المساواة. فده موضوع دولي مش بس عشان خاطر السياسة. هو موضوع دولي لكن اقصد ان احنا في مجتمعاتنا ما زلنا بنحقق تقدم فقط حين تريد القياده السياسيه، يعني هذا الموضوع لسه المجتمع المدني مش قادر يبذل. وانا بسال حضرتك ده لانك طبعا فعاله في المجتمع المدني، هل المجتمع المدني لسه مش قادر يفرض كلمته؟ المجتمع بقى سيدات ونساء وسيدات ورجال، حضرتك قلتي في سيدات هم اصلا بيعارضوا فعلا، مش متقبل انه يتناقش في افكار، يعني ده بيحصل، ده صحيح؟ بيحصل. ودور هي فكره ان دور المجتمع المدني، المفروض المجتمع المدني بيتعامل مع الحكومه، بيتعاون، بيكملوا بعض، صحيح. بيكملوا شغل بعض. مشكلتنا في المجتمعات العربية، وده الفرق بيننا وبين الغرب، ان احنا بنتعامل في جهة وهم جزر منفصل. الحكومة بتتعامل في وادي والمجتمع المدني بيتعامل في وادي، مش فكرة حتى السياسة. يعني مش منع او منح، لا، بس كل واحد، احنا لو اجتمعنا مع بعض الانجاز هيبقى اسرع واكبر. هي دي المشكلة اللي احنا بنعاني منها دايما. حتى في شغلنا ده اللي دايما بنعاني منه، فكرة ان انت بتتكلمي في حاجة كمجتمع مدني والوزارة او الحكومة بتتكلم في حاجة تانية، مع اننا ممكن لو اشتغلنا على تقرير واحد هتبقى النتيجة افضل. نعم. طيب لما بنقيس مكتسبات المرأة أو إنجاز المرأة في عام 2018، بنقيس على مؤشرات سياسية، المناصب السياسية اللي وصلت لها، ولا أنا كمان عايز أشوف الأم أخبارها إيه في 2018؟ الفتاة اللي بتدرس في الجامعة، الطفلة، ما هي دي كمان هتبقى يعني يطلق عليها سيدة أو امرأة بعد عدة أعوام. كبار السن، ما أيضا السيدة المسنة هي أيضا امرأة، دول وضعهم إيه؟ المشكلة اللي احنا بنعاني منها، ويمكن ده من أكبر العيوب،
فكرة أن المسلط الضوء دايما على الجانب السياسي، يعني التمكين السياسي ده اللي دايما بياخد الشهرة ومهتمة به الصحافة والإعلام، لكن في تمكين في المجتمع، في تمكين اقتصادي. احنا في شغلنا في المجتمع المدني التمكين الاقتصادي بيبان جدا، لان بيتم برامج كتير للمرأة المعيلة، للأرملة، للمطلقات، لغيره، بنشتغل دايما عليه. ممكن ده مش بيبان قوي لان الصحافة والاعلام مش مهتمين بيه، لكن لو بتقولي مثلا انا بعمل انا لو بعمل تقرير سنوي، لا ببتدي اجيب الجانب المجتمعي والجانب الاقتصادي، يبان في التقرير بتاعي ده ان حصل نهضة او المرأة ابتدت تنال حقوق اكثر. لكن لو بتتكلمي على الاعلام اللي حيبان بس السياسة توليها لمنصب معين، منحها لحق معين، لان ده دايما واخد، ويمكن يعني احنا دايما بنطالب بده، ده اللي قليل شويه بالظبط، عشان كده يعني بنفرح بيه اكتر لما بيحصل. احنا دايما بنطالب بكده، ان ممكن الاعلام يهتم كمان بالجانب الاقتصادي، بالجانب الاجتماعي، بالدعم النفسي اللي بيحصل للمراه. في مراكز كتير بتشتغل على الدعم النفسي للمراه، الدعم القانوني للمراه، ده دايما بره خارج الاضواء، وده اللي يمكن مش مبين قوي ان المراه اوضاعها بتتحسن. وده اللي لما بيتحسن بيؤدي لانها تتولى مناصب سياسيه في النهايه. طبعًا. يعني هو تعليم الفتاه، عدم يعني عدم تسربها من التعليم، الختان، مواجهه الختان، كل ده يؤدي في النهايه الى مكاسب سياسيه ربما. اكيد. صحيح. لما انت بتبقي عايشه في مجتمع سوي، واخده حقوقك اجتماعيا حتى او حقوقك في البيت، مش بتتعرضي لعنف اسري، مش بتتعرضي لاغتصاب زوجي، مفيش تمييز في اماكن العمل، ده هيأهلك اكتر لانك تبقي مواطنه فعاله قياديه، تقدري تنجحي في شغلك، تقدري تبقي تتولي مناصب كبيره. اكيد هي دايره كلها بتكمل بعض. النقطه اللي الحقيقه دايما بحب اثيرها لما نتحدث عن المراه وحقوقها، هي فكره انه كتير قطاعات من المجتمع ويمكن معظمهم من الرجال، هو انتوا ناقصكم ايه تاني؟ انتوا عايزين ايه تاني؟ الفكره هنا ايه المشكله؟ يعني ليه مش واصل لبعض القطاعات انه المراه تعاني شيء ما، حتى وان كانت متعلمة وبتعمل في وظيفة مرموقة، لكنها أيضا بتعاني من بعض المشاكل اللي تندرج تحت بند حقوق المرأة. فين المشكلة؟ ليه مفيش التواصل بين الرجال وفاكرين أنه المرأة أخذت كل شيء وبالتالي ليس من حقها أن تطلب المزيد؟ لأن الرجل بطبعه مش فاهم فكرة، مش معترف بفكرة المساواة. يعني إحنا المفروض في ليفل 10، أنا واقفة عند 5، هو شايف أن أنت الصح أن أنت تبقي في 5، فانت ليه ولا هو شايف ان انا واقفه عند 10، ما انا اتعلمت واشتغلت وباخد مرتب وعايشه حياتي، يعني عايزه ايه تاني؟ لا بس انا فين حقي؟ يعني التعرض، العنف، لما احنا بنتكلم عن العنف ضد المراه مثلا، لو بنتكلم عن التحرش، ده من قضايا العنف ضد المراه، طب ما فين عملتولي ايه عشان التحرش اللي بعاني منه يوميا مثلا؟ التمييز في اماكن العمل، وده بيبقى واضح جدا، لا دي ما تاخديش المهمه دي عشان انت بنت، عشان انت ست. المطلقات واللي بيعانوا منه، المستقلات واللي بيعانوا منه، لا في حقوق كتير المرأة ما اخدتهاش. بنشتغل دايما على ده، لما اجي اقول في تمكين للمرأة حاصل في مصر، وان عندي 8 وزيرات، وان عندي محافظات سيدات، هو لما حد بيكلمني يقول لي ما انت عندك 8، هو انت عايزه ايه تاني؟ لا، وليه ما نبقاش اكتر؟ وليه ما بقاش في رئيسة وزراء؟ وليه ما بقاش انا رئيسة برلمان؟ يعني ليه دايما حاطط انك مديني ده حقي؟ يعني ان احنا نبقى متساويين ده حقي. انت لما تديني 1 من 5 انت كده ما اديتنيش حقي، انا عايزه 5 بتوعي كاملين. وده اللي احنا دايما بنسعى ليه. طيب يعني اذا كنا بنقول عايزين 5 بتوعنا في مصر، كان مع الاسف في دول عربيه حتى يعني اللي كانت واخده 2-3 قلوا بقوا يمكن 1، دول عربيه اللي بتعاني من نزاعات مسلحه. وضع المراه فيها يعني بتشوفيه ازاي؟ بصي، هو لازم نتكلم بنظرة عامة، طالما الدولة دي فيها نزاع أو فيها حرب، مش المرأة بس اللي بتتأثر، يعني كل الفئات، رجال، أطفال، المجتمع كله، لأن هو في حالة صراع ونزاع وفوضى وثورات وانتفاضات. المرأة بتتأثر، لكن لما يقول طب دوري أنا إيه؟ أنا دولة مجاورة، المرأة دي مش قادرة تعبر عن احتياجاتها أو المشاكل اللي هي بتعاني منها، أو بلغة المشاعر أوجعها مثلا. أنا دوري أنا كدولة مجاورة، أنا اللي عبر عن ده، أنا اللي أقدم ده في الاجتماعات الدولية، لما أجي مثلا أحضر اجتماع خاص تابع للأمم المتحدة، تابع لمجلس حقوق الإنسان، ده يبقى شغلي. إن أنا النهاردة التقرير بتاعي مثلا عن اليمن، النهاردة التقرير بتاعي عن سوريا،
ده دورنا احنا كوطن. المفروض ده كوطن عربي، لان حتى لو بيحصل تعتيم، وده بيحصل كتير، تعتيم من الجانب الغربي للمشاكل اللي بتحصل في الدول دي، او تسقط سهوا او تجاهل او تجاهل ليها، لا انا ابتدي ارصد واوثق واعمل احصائيات واثبت ده مره واثنين وثلاثه. خاصة انه يعني زي ما حضرتك بتقولي في هذه الدول مش المرأة بس اللي بتعاني. بالزبط. هنا المعاناة الحقيقة بتبقى على رجال وسيدات وكمان على الأطفال. طيب خليني أسأل حضرتك على مصر، يعني ما الذي حققته المرأة المصرية في عام 2018، ويعني ما الذي فات من المرأة العربية في عام 2018 لم تحققه؟ لو بنتكلم على اللي حققته، لا التمكين واضح، تمكين المرأة واضح بالتشكيل الحكومي، ان 8 وزيرات ووزارات ثقيلة يعني زي وزارة الصحة، وزارة شؤون الهجرة، وزارة البيئة، مش عايزة انسى يعني وزارات بعينها، وزارة الاستثمار والتعاون والتخطيط، وزارات ثقيلة، ان يبقى في محافظات سيدات، ما ده تمكين للمرأة واضح جدا. في تمكين اقتصادي انا ذكرت لك قبل كده، ويمكن ده في المجتمع المدني واضح جدا، المشروعات الصغيرة، اعانات المرأة المعيلة، ده تمكين وواضح. انما لسه قدامنا برضو مشوار طويل عشان اقول ان في مساواة بين الرجل والمرأة، عشان اقول ان المرأة مش بتعاني من مشكلات زي الختان، زي زواج القاصرات، زي العنف، زي التحرش، زي التمييز، زي الاغتصاب الزوجي، كل دي مشكلات لازم بنشتغل عليها. وده بيتحقق مش بس بالشغل ومش بس بالقوانين، يعني دي نقطة هامة دايما، الناس نسن قوانين ونقدم مقترحات لقانون. الوعي، انت النهارده لما بتتكلمي مثلا على زواج القاصرات، انا سن 18 سنه ده زواج، وهي عندها 14 سنه بيعملوا لها شهاده تسنين، بيزوروا شهاده تسنين وبيجوزوها. لو خليتي السن الزواج ل 21، طب ما اللي زور دي هيزور الثانيه. المشكله في الوعي، المشكله في الاب اللي بياخد بنته يعمل لها عمليه ختان، لازم دول يعمل لهم توعيه، وده اللي احنا بنشتغل عليه. الورش لما بنروح القرى، لما بنروح النجوع، دايما ده اللي احنا بنشتغل عليه، فكره الوعي، ازاي اوعيهم، اعرفهم ان مثلا ان ليكي حق كذا، ان الافضل سن الزواج من 18 عشان هي تبقى كامله الاهليه، عشان هي تبقى واعيه، عشان تقدر تبقى زوجه صح، عشان تقدر تبقى ام صح. بديهم الاسباب، بحاول اوعيهم. ابتدينا مؤخرا، ابتدينا يبان نتائج يعني بسيطه، مش كبيره، مش قوي، لان كمان المناطق الفقيره والمهمشه صعب قوي فكره الوعي. الناس كل فكرها في الفقر والجوع بس. بيبقى احيانا الزواج وسيله للتخلص من مسؤوليه البنت او عبء البنت كتير. طيب خليني اسالك، واحنا بنتكلم على مصر وذكرتي بعض اعمال بتعملوها، ايه هي مبادره هي والمجتمع؟ هي والمجتمع من الاسم، المجتمع دايما قايم بدورين، اما هو بجانب المراه جنبها وبيدعمها، او هو اللي امامها، فهي والمجتمع هو العائق ليها. المبادره قايمه على التمكين، تمكين المراه شامل تمكين سياسي واقتصادي ومجتمعي، النهوض بها ثقافيا، الدعم القانوني والدعم النفسي ليها بزياده التوعيه. بنشتغل بندوات، بورش عمل، ده فكره المبادره باختصار. المبادره تم تدشينها في شهر اغسطس اللي فات، الحقيقه لقت اقبال كان كويس ورد فعل سريع، فده خلاني اشتغل اكتر. عملنا كذا ورشه، كانت في اسكندريه والقاهره والمنصوره، اخرهم كان في اخر ديسمبر ورشه هي والسياسه للتمكين السياسي للمراه والتوعيه السياسيه. بنشتغل الفتره اللي جايه المفروض على تحويلها لكيان مؤسسي، عشان لما يبقى ليها مقر اقدر اعمل وحده دعم قانوني عندي، وحده دعم نفسي خاصه بالمؤسسه دي، هيخليني اقدر اشتغل اكتر في النطاق الجمهوريه بشكل اسرع. طيب خلينا نستعرض مع حضرتك ومع المشاهدين الكرام السؤال اللي طرحناه على صفحتنا على فيسبوك، وبندعو المشاهدين للمشاركه. برايك هل تحسن وضع المراه في المنطقه العربيه عام 2018؟ نعم ام لا؟ هكذا جاءت الاجابه على هذا السؤال. 62% يقولون نعم تحسن، 38% يقولون لا. خليني اخذ من حضرتك تعليق أخير في الحلقة على هذه النتيجة أستاذنا. ممكن النتيجة طبعا نتيجة إيجابية، إن الناس شايفة يعني 60% أكتر من نص شايفين إن في تحسن، نتيجة إيجابية، بس أتمنى إن يحصل رصد أكتر للإيجابيات. دايما الناس
مسلطه الضوء على السلبيات بس، على المعاناه بس، لازم اذكر كمان الايجابيات، لان الايجابيات دي بتدي امل للناس. انا وصلت النهارده لده، وصلت للمهنه دي، النهارده توليت المنصب ده، بيدي امل حتى للاجيال الصغيره. لا انا ممكن في يوم من الايام ابقى وزيره، انا ممكن في يوم من الايام ابقى رئيس برلمان زي ما بيحصل. فده يعني النتيجه دي نتيجه واقعيه جدا للي حوالينا ولنسبة المجتمع ولنسبة الناس المؤيدة لفكرة تولي المرأة أو لغيرها. نعم. ولكن احنا دايما لازم ده دورنا احنا، نحن نشتغل أكتر على الإيجابيات ونحاول نرصدها ونوضحها. بما ان حضرتك ذكرتي رئيسة البرلمان، خلينا نقول انه وصلت اول امرأة لمنصب رئيسة البرلمان في البحرين، ويعد افضل انجاز سياسي للمرأة في عام 2018. انا بشكرك شكرا جزيلا استاذة نوال مأمون، مؤسسة مبادرة هي والمجتمع، شكرا على هذا اللقاء. لكم ايضا مشاهدينا الكرام كل الشكر لحسن المتابعة، تحياتي وتحيات فريق العمل، والى اللقاء.